اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اواصل حواري مع ضيفي العزيزين فضيله الحبيب علي الجبري وفضيله الدكتور اسامه الازهري اللي احنا في ضيافته دائما وكل اسبوع. ربنا يخليك. وهنذهب الان الى ملف الاخوان على الهاشتاج بتاعنا اسال الجبري والازهري. عندي العديد من الاسئله والتحيات الكثيره لحضراتكم، ولكن هنروح للاخوان وهبتدي من بدريتين. انتخبنا رئيس وجبناه بالديمقراطية التي تتشدقون وتدعون، وجبنا الرئيس خرج عليه شوية ناس كسر أم قلائل، ولكن بمنطق القوة انقلبتم عليه. نعم خليني أقر بأن كان هناك مظاهرات وأعداد كبيرة في الشارع، ولكن لولا القوة وتدخل الجيش ما كان الخروج على هذا الحاكم والانقلاب عليه. أنتم تقولون طاعة ولي الأمر، ولكن لما ما تحبوا ما يبقاش ده ولي أمر. عايزيني أعمل إيه مع من اغتصب السلطة من رئيس منتخب؟ وأضيف إلى هذا شيء آخر، أنتم تقولون لا تؤججوا الناس على الحاكم، وأنتم كنتم في أيام حكمهم تنتقدونهم. نعم أضيف إليها هذا. ده جزء تاني. أنا سأجيب على هذا الجزء. عدة بيانات كمان. عدة بيانات. كنا نتكلم في أيام حكمهم. نعم. هذا سأجيب على هذا الجزء وأحيل الباقي لأنه مسألة لها بعض تفاصيلها لسيدي أسامة. لكن هذه الجزئية المهمة، نعم لو كان الخلاف بين إخوتنا الذين بغوا علينا من الذين كانوا يحكمون وهم منتسبين إلى العمل الإسلامي، وبين الآخرين في الجزئية التي تكلمنا فيها يتعلق بعموم الأمور الشرعية والأخطاء التي ترتكب، لكان الخطأ منا أن نعلن المخالفة. لكن لا، يراجع إخوتنا كل ما كتبناه في تلك المرحلة، كان كلامنا عن استغلال الدين ومحاولة توظيف الشريعة وتطويعها ولي عنقها، بل ومخالفة الشريعة والتناقض معها لتبرير ما يفعلون. هذا بالضبط كان محل الإشكال. عندما كان الكلام عن الفوائد البنكية أنها ربا وأنها حرام، وكل من خالفهم هاجموه، وأن الدولة تقيم الأمور على الحرام، ثم لما وصلوا للحكم قالوا لا، هذه مصاريف إدارية. الصكوك التي كان يتكلم عنها إسلامية كانوا ضدها، لما حكموا طالبوا أن تكون إسلامية، سموها هم إسلامية، وضغطوا على شيخ الأزهر لأنه رفض أن يفعلها، وجاءت يعني تمثيلية التسمم وغيرها. لن أطيل عد الأشياء، يعني هي بالعشرات. القدس القدس كان الكلام عن إيقاف إبطال المعاهدة فورا، كلما ضربت غزة كانوا يخرجون ويطالبون فورا الدولة بإيقاف المعاهدة. لما جاءوهم للحكم قالوا لا، أصبحت للضرورة وصديق وفي ويتمنى لهم الرخاء، ورجعت بروتوكول. هذا لعب على الشريعة. فكان هجومنا ليس على المنحى المتعلق بأخطاء الحاكم كحاكم، كان تبييننا ومخالفتنا الصريحة لهم أيام الحكم متعلق بالتلاعب بالشريعة. نعم. لما أيام الثورة الثورات يصعد الشيخ يوسف القرضاوي أصلحنا الله وإياه ويتحدث عن الأحاديث الصحيحة في وجوب طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، ويحاول يضعف بعض أسانيدها ويعتبرها في نطاقات معينة، ويأتي بأقوال العلماء إلى درجة حديث في صحيح مسلم وتكلم عليه، وحاول أن ينسف كل الثقافة الشرعية المتعلقة بعدم الخروج على ولي الأمر، حتى نراه كفرا بواحا كان يرى الثورة عليه ولو كان مسلم ودون الكفر البواح. وتحولت الثورة والديمقراطية إلى مطلب شرعي بالنسبة لطرحه. مجرد أن وصلوا للحكم بدأ الناس يثورون عليه كما ثاروا على من قبله. نعم. لا، هذا رئيس منتخب، واستدعى نفس الأحاديث بنصوصها التي شكك في أسانيدها من قبل. طب هذا تلاعب بالشرع ولا ما هو تلاعب بالشرع؟ لما يأتي استفتاء فيفتي بوجوب التصويت وبنعم أو لا، ثم يأتي استفتاء فيفتي بوجوب المقاطعة. طيب مش هو استفتاء للشعب في كل الأحوال، أخذ برأي الشعب؟ هنا قضية الفتوى. لما يصعد أحدهم في التلفاز ويفتي بقتل المعارض ثم يحاول بعد ذلك صرفها عن الكلام الصريح الذي قاله، إذن كان ردنا هنا وبتبيننا على اللعب بالشريعة لا على الأخطاء المتعلقة بيوميات الحكم. أما الجزئية الثانية، يعني رأس الكلام ويكمله الشيخ حفظه الله، لو أن النظام السابق الذي ثار عليه الناس من وجهة نظر من رأى أنها ثورة وخرجوا عليه، لو لم يكن قد قال في الالتزامات التي على أساسها انتخبه الناس وهو ما يسمى بالعقد الاجتماعي،
وكان مع حضرتك بالمناسبة. بالضبط في مصر تنتخب الرئيس. نعم. وأنت قلت له لو خرج أعداد قال أخرج على طول من الحكم، التزم بهذا. قال لي آلاف، لو خرج لو خرجوا آلاف 10,000 أخرج فورا. أخرج فورا، فهو التزم للناس بهذا. التزم للناس بمسائل عدة. وبنى العقد الاجتماعي بينه وبين الناس. نعم. على أساسه. نعم. الناس رأوا أنه أخل وخرجوا. هنا المسألة ما عادت قضية خروج على حاكم محرمة، لأنه هذا أساس الشرط والناس على شروطهم. هنا من الرؤية الشرعية الكلية اللي تتكلم عنها. تفاصيل أخرى أنت سألت عنها الشيخ أسامة يكبر. طيب قبل ما تقوله عشان الليلة تحلو، يعني جاي لي رسالة من فاعل خير. الله عظيم. الله عظيم. إكراما لي جاب اسمي، فأنا لازم أقول يعني تبقى حاجة اتعملت علشان مرة يعني. الله. إكراما لضيفي الكريمين. الله. هو متبرع ب5,000 شنطة أخرى. بارك الله فيه. الحمد لله. اللهم بارك فيه. اللهم وفقه. اللهم أسعده. اللهم بارك في ذريته. اللهم بلغه من جودك آماله. اللهم احفظه من كل سوء. اللهم كله وليا وبه حفيا، وجنبه كل ما يكره، وأقر به عين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وكل من تبرع يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. هو مرزق ومحظوظ. هو طلب عدم ذكر اسمه كده، يعني وصلنا ل 12,000 شنطة تقريبا. يلا. وهنكمل ان شاء الله. احنا معاكم. خلوا الخير يا عم والاولاد يفرحوا ان شاء الله. ما يبقاش في طفل في مصر مش فرحان وهو رايح المدرسه. طلبنا 3,000 عدنا منكم. طلبناكم يا احبتي ب3,000 هذه الليله قبل ان ننتهي من البرنامج، حتى والباقي يستمر. 15,000 يعني. نعم. نوفي ال 15,000 الليله ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل حضرتك، ماذا يمكن ان نزيد على ما قاله الحبيب في هذه الجزئيه؟ الكلام اللي تفضل به صاحب الفضيلة معبر عن المعنى الذي نريد أن نقول، وهو يعني السؤال اللي ما زال يشغل العقول أو يراد له أن يستمر وأن يشتعل كالنيران في عقول الناس. قضية الإخوان والحكم. نعم. المقارنات التي تمت ما بين طريقة إدارة الإخوان للأمور وبين غيرهم ارتكب فيها كم هائل من المغالطة الشرعية ومن تحريف المفاهيم ومن تسخير الآيات والأحاديث، بحيث إنه بقى الناظر للمشهد يرى أمامه بعيدا عن الأداء السياسي وبعيدا عن الإخفاق وعدمه وبعيدا عن الفشل وعدمه وبعيدا عن البقاء والزوال. هكذا يا جماعة، القضية له قضية حكم وله قضية نظام وله قضية سياسة. كل الذي يعنينا التعليق عليه في هذه القضية أين موقف دين الله جل جلاله، وهل بقيت له حرمته، وهل احترمت أوامره في الوفاق والخلاف وفي الفشل والنجاح، أم أنه دهس تحت الأقدام وأثير حوله الغبار بما جعل هناك قلق هائل على مستقبل الدين عند الأجيال القادمة، بما جعلنا نتصور أن هذه المرحلة بخيرها وشرها ستمضي وستسلم للأجيال القادمة صورة لدين الله جل جلاله في غاية القبح. هذا محل الكلام. نعم. وهذا محل التعليق منا جميعا. نعم. إنه يا جماعة ليست القضية هي تعليق على خلاف سياسي بين طرف وطرف، بل القضية هي علاقة الإخوان بالدين. نعم. ما هي علاقة وطبيعة تعامل الإخوان مع الدين، وليست القضية صراع الإخوان السياسي مع أي طرف. القضية أن تلك التيارات جميعا مارست على مدى 80 سنة وازدادت حدة تسارع الاستدعاء للآيات والأحاديث على نحو من الهوى والاندفاع والتأويل المنحرف، ونسبة أهواء النفوس الثائرة الحائرة المندفعة المتخبطة للآيات. وإذا وقف أي إنسان بكل هدوء يقول لهم قدموا رؤيتكم السياسية كما تحبون، برروا نفسكم كما تحبون، دافعوا عن مشروعكم وجهتكم كما تحبون، لكن دعوا دين الله سالما محفوظا، لا تحرفوه، لا تحرفوه. لا نتكلم عن فصل الدين عن الحياة شيخنا عشان ما يفهم خطأ ولا لا، مش القضية طبعا. أيوه. أشكرك. مش القضية إنه افصل الدين عن السياسة. القضية إنه أثناء أدائك السياسي
لا توظف، لا تجعل دين الله تبارك وتعالى ممتهنا. في فارق بين وجود علاقة وبين امتهان تسخير. افصل الشرع الشريف عن أهوائك وعن طريقة أدائك المختل، استعمل حكمة هذا الشرع، امزجها بما تشاء من أمورك كما يرضاها الله، بما يحقق مقاصد هذا الشرع الشريف. امزج الشرع الشريف بكل حركة الحياة، لكن إذا وضعت في موقف رأيت فيه أن مطالبك غير متحققة، إياك أن تلوي الشرع لتجعله ناطقا بما تريد أنت أن تقول. إذا وقفت لتقول للناس يا جماعة أدوا الأداء الذي تريدون، اشرح الوجهة التي تحب، اعتقد ما تشاء، لكن خلي بالك بدأت تتحول القضية إلى نظام فكري متكامل ممنهج يحول الموقف الشخصي له أنه هو الدين، ويجعله في قداسة الدين، ويجعل المخالف له عدو للدين، ويرميه بالكفر، ويجعل عزل مرسي في نظره يعني الشك في وجود الله، كما يقول الأستاذ فوزي السعيد، هي من يشك في رجوع مرسي، في رجوع مرسي الشك في وجود الله، الشك في وجود الله موجود ومتاح. حينئذ وعند هذا الحد لم تعد القضية صراع سياسي، لم تعد القضية يبقى أو يزول، صارت القضية أن دين الله جل جلاله على مدى سنتين ثلاثة دارت الميكنة ودار المصنع الفكري عندهم بإلصاق عشرات ومئات الظلمات والأهواء بهذا الشرع، حتى صرنا نرى أمام أعيننا عيانا قول الأثر النبوي الحكيم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رؤية هذه الأمور الثلاث، تحريف الغالي وتأويل المبطل وانتحال الجاهل. يا أستاذ خيري، لما نبدأ نرجع بهذه القضية بأكملها ونشوف هي جت منين، طيب سيب الناس تتصارع وتتجادل وتختلف وتتفق في أدائها السياسي وفي تقييم أدائها السياسي، بس إحنا كخدام لهذا الدين تعال نمسك الأطروحة دي كلها ونرى كيف بنيت، إيه اللي بتحركه في الناس، أخد الناس رايحة فين، بتوصل لإيه. فبدأنا نرى أمام أعيننا أطروحة فكرية متكاملة لها إجراءات ولها أدوات وتريد إقامة نظام سياسي مستبطنة في أساسها، منطلقة في الأساس من وجهة نظر تحكم على الناس جميعا بالكفر، وأن هذه الفئة أحق بدين الله من الجميع، وأن وضع الدين الله على وجه الأرض الآن لا يسلم لأحد أنه مسلم حقيقي أبدا، وتختزل الدين فيها وحدها. ونبدأ نرى أن الأطروحة بأكملها مبنية في الأساس على تكفير المجتمع بأكمله، ده فكر سيد قطب ومن قبله، الفكرة بأكملها. وعلى فكرة اللي مش بيكفر بيقول أنا منطلق من أساس أن هذا الوضع القائم منافي للدين، مصادم للدين، لا يمكن أن يتفق مع دين الله تعالى بحال، لا عذر لأصحابه بحال، ينطلق من تكفير الناس، من وصف الوضع القائم على الأرض بأنه كفر، من السعي إلى إقامة هذا الدين من خلال إقامة نظام سياسي، فتحول هدف الدين عنده في الحال إلى أنه لا بد وحتما ولا يمكن بحال إلا أن نقيم نظام سياسي حتى نرجع إلى نشر الدين مرة أخرى في الوجود. إيه ده؟ ده 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 تسميه إيه؟ لما يأتي صاحب الأطروحة وينتقل إلى أن يقول الحقيقة المرة التي يجب الجهر بها أن هذا الدين قد توقف وانقطع عن الوجود قبل قرون، إزاي؟ انقطع عن الوجود إزاي؟ أمال أنت وصلك منين؟ انقطع عن الوجود إيه يا أخي الاتهام الظالم ده للأمة وللمسلمين وللقرآن وللوحي وللرسالة المحمدية الباقية الخالدة إلى يوم الدين؟ هذا الدين انقطع عن الوجود، العبارة اللي بيرددها أبو بكر البغدادي في 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 داعش، هذا الدين ايه المراد اللي بيصنع الانسان عليه؟ انه بيصنع الانسان على ان يصطدم بالوجود كله، فلسفه الصدام اللي تلاقيها عند حسن البنا في رساله المؤتمر الخامس، وتلاقي تطوير ليها عند سيد قطب في الظلال في حتميه الصدام، ثم التطوير المريع عند داعش في كتاب اداره التوحش. النظام الديني ده باكمله نظام
أرى فيه أمام عيني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل آتاه الله القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله. إيه نتيجة هذا التغيير؟ فمال على جاره بالسيف ورماه بالشرك، على درجات متفاوتة وعلى تنظيرات مختلفة وعلى استدلالات مختلفة، حتى يصل الأمر إلى أن يسب بأقذع الألفاظ. فإذا ما عورض مش يقول أنا انفعلت وأنا أخطأت وآسف، زل من اللسان، يستشهد ويقول نعم، يقول ربنا اللي قال لي أسب، لا لم تعد، بل ينسب السب إلى الله تعالى الله عن ذلك. لم تعد القضية خلاف سياسي، لم تعد القضية نظام سياسي نجح أو فشل. الذي نتكلم به والذي نقوله جميعا من ساعة ما بدأنا نتكلم إلى الآن إنه يا جماعة صيحة وصرخة إلى أن نحفظ دين الله تعالى عن أن يمتهن أمام المطامع والأهواء بالصورة التي يتم بها الآن، أن يسلم دين الله جل جلاله إلى الجيل القادم موفور الحشمة مصون الكرامة كما أنزله الله، دين الإنسانية، دين الرقي، دين العلم، دين الحضارة، دين التمدن، دين الرحمة، دين الأخلاقية، دين الإنصاف من النفس، دين يحمل الإنسان على أن يسلم للمبدأ كان معه أو كان ضده. هذه حضرتك ملخص للقضية كلها. طيب، وآسف على أنا عايز على فيها جزء تاني هكمل في نفس الجزئية. أنا أنتوا بتقولوا كلام كعلماء، أنا آسف في أنتوا يعني، وهم بيقولوا كلام عندهم علماء بيقولوا كلام وأنتوا لخبطتونا. أنا اللي عايز أخد ده ولا ده، أنا جوايا أنا مش مرتاح لهذا النظام القائم. نعم. وأنا رافض للانقلاب على الديمقراطية، وأنا شايف إنه انقلاب على الديمقراطية شرعاً، وأنا رافض. هذا حقك، راجع لك، لكن لا تقول دين الله. نعم. أيوه. هنا الشيخ أسامة من أول يحاول يؤكد على القضية ذي. اخترت تكون مع الوضع الحالي في مصر أو في أي بلد في العالم. اخترت أنك تكون ضد الوضع الحالي. ليست هذا قضيتي. نعم. قضيتي لا تأتي وتلبس موقفك السياسي، اختيارك الشخصي، الدين، وتخليه هو الدين. لما يصعد واحد في منصة رابعة ويقول الاعتكاف في رابعة فرض عين يأثم كل واحد لم يأتي، وهو أفضل من الاعتصام في رابعة، أفضل من الاعتكاف في مكة والمدينة المنورة. وقبل سنوات كانوا يقولون أن استدعاء دول الخليج للولايات المتحدة لإخراج صدام من الكويت هذا محرم موجود، ارجعوا إلى فتاوى الشيخ القرضاوي المتعلقة بكتابه عن الجهاد، حرم الاستعانة بالأمريكان في إخراج صدام لأن استعانة بكافر على مسلم. ثم نسمع منه هو وموجود في الانترنت، ندخله في اليوتيوب، يطالب الولايات المتحدة أن تضرب في سوريا، ويقول نطالب أمريكا لله، بموقف لله. هنا لا، هنا أصبحت المسألة مختلفة. والله يا شباب أقدر أن هناك من يوجع هذا الكلام لأن له أخ قتل في رابع أو مسجون الآن وعذب أو أصابه شيء فشيء، الكلام هذا لا يقع الموقع الذي نريده منكم ونحن نعذركم، لكن الأمر دين، هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. إذا وقفنا بين يدي الله يوم القيامة لا. طيب يقول طيب الآخرين، لما تكلم أحد الدعاة المشهورين وقال أفتى أو قال طلقوا من كان له زوجة إخوانية يجب عليه أن يطلقها أو شيء من ذلك، كتبنا أن هذا باطل وهذا تلاعب بالدين، ما له دخل هذه المسألة بالفتوى. ففي كل الاتجاهات الشيء الواضح التلاعب، لا نقبل أن يتلاعب بالدين. نعم. على هذا الذي سألته، تعالوا سريعا نمر بمحطات في موضوع إخوتنا الذين كانوا في الإخوان المسلمين مع موضوع السلطة. نعم. أنت الآن والشباب يسمعون، يقول لك مثلا العز بن عبد السلام كان يعني، أين العز بن عبد السلام الذي وقف ضد المماليك وباعهم في سوق العبيد وفعل وفعل وفعل؟ طيب لماذا لم تنتبهوا إلى العز، أن العز بن عبد السلام كان جزء من الحكومة أصلا، جزء من النظام، كان قاضي، جزء من الدولة، كان قاضي البلد، فهو قبل أن يتعامل مع الوظيفة في ذلك الوقت. هناك قصة يا أستاذ خيري، تفضل لو تذكرني باسم الشيخ إذا ذكرنا القصة. كان أحد المشايخ في الأزهر الشريف الأكابر، فجاء الملك مع ضيف من دولة أخرى، والشيخ جالس في الأزهر الشريف ماد رجله، رجله تؤلمه، ركبته تؤلمه، سامحوني يعني ماد رجله جالس على الأرض في الأزهر. فلما أقبل الملك يعني نظر إليه كذا يريد أن الملك دخل فضم رجلك، وهذا من ناحية الأدب لا مانع، لكن الرجل رجله تؤذي مؤلم، فما التفت.
فلما رجع الملك، ما أدري هو فؤاد أو فاروق، أرسل إليه ذهب، أظن فؤاد، أرسل إليه كيس من الذهب. لمن أرسل؟ للعالم الذي لم يعني ما سحبش رجله. أيوة، احتراما. فلما وصل الكيس الذهب إلى العالم، العالم قال ردوها إلى الملك وقولوا له من يمد رجله لا يمد يده. يا سلام، شوف القصة، هذا تشعرك بشيء عالي. لكن المشكلة لما يريدون أمثال هذه القصص إخوتنا هؤلاء، لا يريدون ولا يلفتون النظر أن هذا العالم لم يخرج على الحاكم، لم يعجز الشارع عليه. تعال، الأستاذ البنا غفر الله لنا وله رجع في الأدبيات المثبتة عنده، ألم يخرج الكشافة وهو معهم لابس لبس الكشافة ليرحبوا بالملك فاروق عند مجيئه؟ دي صفحاته المنزوعة من الكتاب. لا لا، بعضها موجود. نعم، حتى غير المنزوعة، هذا ثابت، أخرجهم صف يحيون الملك لما جاء. ألم يكاتب الملك بلفظ مولانا المعظم؟ ارجع إلى رسالة المؤتمر الخامس عندما كان يحرض الملك على ما يسمونها بالأحزاب الوطنية التي لها مخالفات مع الملك، ويقبل يد الملك عبد العزيز، وفي الصورة قبل يد الملك عبد العزيز. الأستاذ سيد قطب قبل أن يختلف مع عبد الناصر النظامي، أما كان موظفا عند عبد الناصر في الوقت الذي كان فيه عبد الناصر لا يطبق الشريعة؟ نعم. تعالوا أنزل، الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي، فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي غفر الله لنا وله، موجود في اليوتيوب، والفقير أدرك تلك الأيام، كنت في الإمارات تلك الأيام، لما جائزة دبي للقرآن الكريم رحبت به، يعني أعطوه جائزة الشخصية الإسلامية في سنة من السنوات، وقف على المنصة ومدح الإمارات مدح، واعتبر تكريمه نصرة للقدس، لأن كان حاخام يعني هاجمه في تلك الفترة، واعتبر ومدح دور الإمارات في القضية الفلسطينية. مجرد ما حصل اختلاف بين الإمارات وبين التنظيم، بين الجماعة، أصبح الهجوم على الإمارات ودبي أنها أرض دعارة تبيع الخمر. نحن ضد بيع الخمر، لكن ألم تكن تبيع الخمر في الأيام التي مدحتها فيه؟ نعم. لماذا لما كان الموقف كأن المسألة متمحورة عليهم هم؟ الولاء والبراء تحول إلى ذواتهم، من أصبح معي مع الدين ومن خالفني خالف الدين. طيب كان في فنادق تبيع خمر في الوقت الذي كنت تمدح فيه، الآن اكتشفت لما اختلفت معهم، أمس مدحت موقفهم من القضية الفلسطينية، الآن روجتم للكذب المحض بأنها وقفت مع الصهاينة ضد أهل غزة، حتى جاء التكذيب بهذه المسألة برسالة شكر. أنا آسف، من إسماعيل هنية لم يرى أن في البلد التي يقيم فيها ويحمل جنسيتها هناك المكتب التجاري وهناك الممثل، ولا يظهر الإسرائيليون ولا اليهود إلا على قناتهم؟ أول لا يرى هذا؟ أول سلام، المرة الوحيدة التي عزف فيها السلام المتعلق بالكيان المحتل عزف على أرض تلك الدولة، لم في الجزيرة العربية. نعم. لم يعزف إلا هناك، هو استنكر بعض هذه الجزئيات لكن ما اتهم بالخيانة. نعم. الذي أريد أن أقوله، أسمع مدح وثناء شديد عندما تكون الرياح مواتية، ومدح مرتبط بآيات وبأحاديث، بل اعتبر تكريمه نصر للقدس، ومجرد أن حصل الاختلاف خسف. طيب أنا سؤالي هنا، صلة هؤلاء الرموز وعشرات من أمثالهم، يعني هذا الذي ذكرت الأسماء لأنها كانت معلنة، وأما اللي في مجالس الخاصة ذكرنا أنه يعني شيء مخيف، وعشرات، لولا ضيق الوقت لسردت لك مواقف كثيرة بعشرات من الأسماء علنا، هذه المواقف العلنية، لماذا عندما جاءت هذه لم يقال أنهم علماء السلطان؟ ما الذي قيل؟ قال هذه حكمة للاستيعاب، وسيلة لخدمة الدعوة. أنا أحسن مستعد صدقوني أن أتراجع عن فكرتي وأحسن الظن وأقول أنهم كذلك، لكن لماذا لما جاء غيرهم ليفعل هذا الشيء اعتبر مداهنة وعلماء سلطان؟ ما هو المعيار؟ نعم، يعني ما هو الميزان الذي من خلاله أعتبر هذه حكمة وأعتبر هذه مداهنة؟ مداهنة. أعتبر هذه شجاعة وأعتبر هذه تهور لما تم أقيمت مجزرة في مسجد في غزة لبعض يعتبرون أنفسهم جهاديين وقتلوا في المسجد، جاء الشيخ القرضاوي وقال عن هذا أنها للضرورة لأنهم أخذوا فكر الخوارج وكادوا يورطون غزة في نزاع مسلح مع الكيان المحتل، وبالتالي أصبحت الشريعة تجيز هذا. طب أنا لا أقول صواب أو خطأ، لكن أعرض موقف. ولما حصل قتلى في بعض المساجد هنا في مصر أو حتى حواليها،
قتلوا المصلين، السجد الركوع، طيب الذين في المسجد ذاك ما كانوا ركعا سجودا؟ هذه المشكلة. حتى في مسألة السلطان ارتبطت بالذات، التمحور على الذات يا إخوتي، الأنانية، الأنانية، أنا الإيجو، إما فرد أو جماعة، جماعة. هذا متكرر. كان أحدهم، كنا في دبي في شيء من المناسبات لإلقاء محاضرات، فواحد من المشايخ لأول مرة يأتي إلى دبي، فهاله أن هناك خمر في الفنادق، فقال ينبغي أن تتكلم هكذا. في تلك الأيام لم يكتشف، ولم لم لم تصل الدولة إلى ما أعلنت عنه من أن هناك مؤامرة عليها، فكان الباب مفتوح أمان. فقام أحد المنتمين للتنظيم هذا، للجماعة هذه، قال لا يا أخي، الحكمة تقتضي أن فقه الأولويات، فقه المآلات. وهذا جميل الكلام، اترك الكلام الآن عن موضوع الخمر، تكلم عن نصرة الدين، تكلم عن الصلاة. طيب لماذا أمس تركت الكلام عن الخمر الأولويات، واليوم صدرت بلد الدعارة بلد الخمر؟ هذا أصبح نوع من التلاعب باسم موضوع علماء السلطان. هنا في جزئية، خلال العشرين سنة اللي فاتت بل وأكثر، في ثلاث علوم الذي قام بصناعتها والتنظير لها وتسخيرها في المواقف السياسية فكر تلك التيارات. نعم. علم مقاصد الشريعة، علم السياسة الشرعية، علم فقه الأولويات، العلوم الثلاثة دي اللي بدأت تصنع وتكتب فيها الكتب وتنشأ لها المراكز البحثية على يد أبناء تلك التيارات وخصوصا الإخوان. نعم. اللي بدأت تتكلم على فقه الأولويات وتخرج به عن عقلية الفقيه القديم، العقلية المستقرة المعبرة عن مقاصد الشرع، إلى الحركية المحضة التي تسبق فيها غواية الحركة اتزان العلم، وتتفلت بالحركة والمواقف السياسية وتقدير المواقف، تفلتت بها عن موازين العلم الأصيل. وده برضو لسبب تاني، أين العلماء أهل التمكن في تلك التيارات حتى في تيار الإخوان؟ وقد يكون هذا يعني يبدو أمام البعض تجني أو يعني تحامل. أين العلماء أصحاب التمكن في العلوم الشرعية في الفقه؟ هقول لك، عندنا الدكتور يوسف القرضاوي، ما هو في الفقه، الشيخ سيد سابق اللي ألف كتاب فقه السنة وكان في العشرينات من العمر، نعم، وحول كل النسق الفقهي المستقر عند الأمة إلى هذا الفقه الحركي المتخبط الذي هو اللامذهبية، اللي هو مجموعة من المقتطفات من عند الشوكاني ومن عند غيره، وخرج كتابا في الفقه ليس له قوام، ليس له، يجري ويلهث وراء الواقع ويتفلت من ميزان العلم الأصيل. آسف أنا كلامي أقرب إلى أنه يكون فيه مسحة من الأكاديمية شوية، بس صدقني شديد الأهمية. مفيش ميزان علمي، نحن أمام ظاهرة الشعار الأكبر لها الحماس المطلق لهذا الدين، الاندفاع المطلق لهذا الدين، مع غياب أدوات المعرفة الثقيلة التي تربط بالأرض. بدأوا يتكلموا عن علم مقاصد الشريعة، فعلى مدى 30-40 سنة المتزعمون للكلام في علم مقاصد الشريعة أكثرهم رموز من الإخوان، حتى صار هذا العلم مسخرا لتبرير والتخديم على الأطروحات السياسية المعتادة. نعم. علم السياسة الشرعية، علم الفقه الأولويات زي ما مولانا ضرب المثال من شوية، بحيث يتحول إلى أداة قابلة لأن تجري وراء المواقف الجزئية والتبريرات وخرجت عن نطاق العلم بالكلية. والرابط الأكبر بينها أنه ده علوم، وأنه الشاطبي قال، وأنه ده علم مقاصد الشريعة، وأنه دي السياسة الشرعية، وأنه خد الآيات والأحاديث. إذن اتفضل. إذن نحن أمام ظاهرة أقرب ما تكون إلى العدوان الصارخ على حرمة القرآن الكريم، الدخول إلى القرآن بالحماس المطلق بدون أدوات فهمه الحقيقية. نحن أمام ظاهرة دينية عمرها 80 سنة سخرت أدوات العلم بخفة بطيش،
مع وضع هدف أسمى لكل تلك العلوم، بدل أن تكون بناء الإنسان، بدل أن تكون حفظ الأوطان، حولته إلى إقامة نظام سياسي، اجتلاب الولاء والبراء لجماعة محددة، فنشأ كل هذا إذن الغبش بالمعايير الذي السياسية أرفض أيد اقبل أنت حر، ولكن لا تستغل الدين. نعم. طيب، ولا تدع نفسك محور الحق والباطل وحدك. الرسالة دي لحضرتك فاعل الخير اللي اتبرع بال5000 الشنطة الأخيرة، بيقول لحضرتك لبيك لله أولا ويلبي دعوتك، والخمسة بقوا 8. الله الحمد الثلاثة اللي طلبتهم بقوا 8. اللهم بارك فيه، اللهم خذ بيده، اللهم اسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم بارك في ذريته ما تناسلوا يا رب العالمين، اللهم تقبل منه واجعل عمله خالصا لوجهك الكريم. وكل من يتبرع، أحد محبيك برا متبرع ب10,000 جنيه راح جابهم وجه واقف بيهم بره. الله يبارك فيه، الله يبارك عليه فيه، وياخذ بيده ويوفقه ويكرمه الحمد لله، ويفرج عنه ظاهرا وباطنا يا رب يا رب. احنا وصلنا كم شنطه دلوقتي؟ لا احنا كده 8 و5 13 وتقريبا 2 الا، يعني مقربين من 15 ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. بدانا واحنا كان عندنا 3 4000. لا ما كملناش 3 4000، ما كملناش 2000، وصلنا لل 15. الحمد لله الحمد والله لله. والله الشعب المصري ده شعب حبيبي عظيم. والله الاعمال الطيب ده ربنا يكرمه كمان. والله الشعب المصري ده شعب عظيم، ربنا يجبر بخطوه. بس بارقه من الخير ينهمر. لا احنا ما بنقول خير واقدام الخير، فانا ما بقلقش. الله يبارك، يعني ما دعونا وبحضوركم إلا وربنا كان كريما معنا. يا شعب مصر العظيم، والله خالص التحية من هذه العمامة الأزهرية لكل إنسان مصري أصيل حمل هم هذا الوطن وسعى في تقديم الخير إليه. أنا متشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة، وكل لحظة سرور يشعر بها طفل خرج صباح اليوم إلى مدرسته وفي يده حقيبة جديدة، كل لحظة سرور تنزل في قلب هذا الطفل تهتز لها السماوات وتسر والأرض أهله، وخاطر عظيم عند الله جل جلاله، ترفع الهم عن أهله. أيوة احنا جبرنا بخاطره بقى، احنا لسه مكملين، احنا ما وقفناش. نعم نحن سنستمر وعندنا. أيوة احنا في مصر عندنا ملايين الفقراء. نعم. والأطفال الصغار، فوصلنا ال 15 طمعانين في 30 الفقير. إلى الله. أنا أريد يعني ألفت النظر لملمح. اتفضل. كم عندك من الأولاد؟ الله رزقك 2 3 4 وانت الحمد لله مقتدر، اطرح على أولادك أن أنا سأتبرع بشنطة عنك أنت، وطول السنة جزء يسير من مصروفك سيخصم، تعتبر هدية منك للفقير الآخر. هذه مع ما فيها من التفريج عن الفقير فيها تربية آدمية في قلب ابنك، أن يتخلص ابنك من أنانية العصر الموجودة، التوحش الموجود في الناس، لينشأ وعنده إحساس بالفقراء والمساكين. الله ده جميلة. طيب احنا مكملين، احنا عايزين كمان. عندنا انتوا عارفين عندنا قرى فقيرة قد ايه وفيهم اطفال قد ايه، والسرور اللي هيدخل لعيلة كاملة، اب مش هيتعصب عشان مراته بتقول له الشنطة بتاع الواد يقول لها جيب منين، عيلة بالكامل قد تأتي على طعام. يعني انتوا هتكرموا ناس كتير، ربنا يكرمكم. قد يبيت الليل يفكر كيف يعمل، هل بيجد جمعية، دخلين على المدارس خلاص. ده مبادرة جميلة وانا بشكر اسمعونا وكل اللي فيها يعني. الله يبارك فيه. طيب سيدنا، انا هجمع السؤال الاخير في هذا الملف في سؤال واحد وهو طويل. انا اب، انا اخ، انا ابن، انا ام، انا صاحب، ليه حد مات؟ ايوه تقولوا لي بقى في رابعه في النهضه كان معاه سلاح. انا مال انا بالكلام ده كله؟ انا ما كانش معاه سلاح، كان معاه سلاح خايف على نفسه، قتلوه وناري مش بارده، فانا مش ممكن احبه. ابني او اخويا او صاحبي او ابويا مسجون وانا عارف انه مظلوم، حتى الرئيس بتاعكم طلع وقال انا عارف ان في مظالم في السجن، عايزين ايه تاني؟ وانا ليه هدفع الثمن؟ انا ابني مظلوم، عايزيني احب البلد دي ازاي واقبل النظام ده ازاي؟ انا اتمنى انه يزول واتمنى ان البلد دي تخرب ويبقى عليها لعنة الله واسيبها وامشي منها. ايه اللي يبرد ناري؟ انتوا بتطلبوني اعمل ايه؟ اولا نحن نقدر الالم الذي عندك، ولا يستطيع احد قط ان يلومك على النار التي، او يلومك على النار التي تتقد. والفقير كتبت اكثر من مره، انا الاطراف تتنازع والدماء تسيل، وفي النهايه الكل يذهب الى بيته ويرتاح، وتأوي الام المكلومه الثكلة الى طول الليل تتقلب في فراشها تبلل دموعها وسادتها، والاخرين لا يدركون. هذا حقيقي،
يمر مع بداية الجامعة شاب، فينظر إلى كرسي في الحديقة كان هو وصاحبه يتنازعان فيها السندويتش، ويتذكر أنه حمل والدماء تسيل منه. بغض النظر قضية حق باطل، المعنى الآدمي الإنساني نعم. ينبغي أن يكون هناك تفكير جاد لإيجاد وسيلة لتطبيب هذه الجراحة حقيقي، جزء منه إجراءات واضحة من المصارحة والتحقيقات، لكن جزء آخر ليس له علاقة بالتحقيقات ولا له علاقة بالاعتراف بأن هذا الشعور الآدمي مقدر. نعم نعم، بأن هناك جراح تحتاج إلى معالجة، وأن بعض التجاوزات التي تصدر عن من هم في هذا الحال من الألم والجرح المكلومون هؤلاء، إذا صدرت منهم بعض التصرفات التي فيها حد معين إلى نسبة من التجاوز، ينبغي أن تكون مقدرة ما لم تمس بأمن البلاد أو تقتل أو، وتلك ينبغي أن يفتش عن معالجتها أيضا. نعم. ينبغي أن تكون هذه الرؤية موجودة. وأنا هنا يعني أضرب مثال كرداسة، دائما هذه الأيام يعني السنوات هذه يذكرونها بمشاكل. أتمنى من القائمين على معالجة هذه الأمور أن يدرسوا تاريخ كرداسة ويبتدئوا من واقعة حصلت. تاريخ كرداسة. نعم. تاريخ القريب. نعم. بعض أعضائها كبار في السن موجودين، الذي حصل عندما يعني تعدى بعض أفراد من كرداسة على أناس من الاستخبارات العسكرية أيام عبد الناصر، وحصلت مسألة. ارجعوا من البداية هنا، لا أقول ليس بتبرير الذي يحصل هذا أذى، والذي يحمل السلاح يقام أمامه السلاح، يعني هذا الكلام لا نحتاج إلى تكراره، لكن في مرحلة المعالجة ابحث عن الجذور الموجودة وابحث عن علاجها. هذا مسؤوليتنا، مجتمع، دولة. وأين مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذه الأمور؟ أين أطباء علم النفس؟ أين الدعاة الذين في الحي نفسه؟ أنا رفضهم، أنا مش راضي أتواصل معهم. العلماء والدعاة لا، الإلحاح بمحبة صادقة. نعم. شيخ المسجد الذي في الحي، اقرع الباب، لو سبوك لو شتموك أشعرهم بالصدق، أنك تستشعر ما عندهم وابدأ أتكلم معهم. هذه واحدة. ثانيا، الخطاب موجه إلى المكلومين هؤلاء. نعم. لو أن الجرح الذي نازلنا والألم الذي نازلنا يبرر بأن نبغض البلاد ونحرق البلاد، فما الفرق بين ما تراه أنت وتفعله أو تؤيد فعله وبين الأنظمة الظالمة التي تتكلم عنها ما تراها ظالمة؟ هذا من أجل أنت ترى أنهم من أجل السلطة يحرقون البلاد، وأنت من أجل ألمك تحرق البلاد أيضا. استباحة هذا والفرح حتى في أناس لا علاقة لهم، أطفال ونساء وأناس في قطارات وفي سيارات وفي أو معادات كيان كجيش مصر. أنت لك وجهة نظر في تصرفات إيه، لكن هذا كيان لو سقط سقطت البلاد كلها. ما الفرق بينك وبين الجلاد بالأمس الذي أنت رأيته جلادا؟ نعم. لن أناقش صوابية وخطأ هذا الأمر، أنت الآن مقتنع أنه جلاد خلاص، لا تريد إلا أن تراه كذلك، ولك آلام تراها. ما الفرق بين من تراه فعله فعل ظالم وجلاد وبين ما عليه أنت من تدمير البلد؟ هناك فرق بين لك موقف سياسي تجاه النظام، لا تجعل الدين مطية في الوصول إليه، لا تجعل وجود النظام مبرر القتل والتفجير ولهدم البلد، وبين مشكلة مع البلد كلها تتحول. يعني أنت يعني إذا حصل فيك، إذا أصبت بمصاب أصبح من السهل أن تحرق كل شيء. ما هذا في الأصل الذي اقتنعت به عند أمراءك ومرشديك وموجهيك أنه كانوا يرون أنهم يواجهونه، فكيف أنت الذي تواجهه؟ الشيء الثالث الأخير في هذه الجزئية، قم صلي ركعتين في جوف الليل. أيوة. في السجود بث شكواك إلى الله. لا أستطيع أن أمنعك من الدعاء على من ظلم، لكن هنا نتكلم عن شيء آخر غير مسألة الدعاء على من ظلم. بث إلى الله في سجودك ما تجد من ألم، ما تجد من حرقة، واسأله سبحانه وتعالى أن يلهمك من التسليم والرضا الذي لا يمنع عن إقامة الحق، لكن معنى الرضا العبودية، واسأله سبحانه وتعالى أن يلهمك التصرف الذي يرضيه هو لا كما تراه أنت، الذي هو مرضي عنده. ادعو لمن فقدت أن يرفع الله درجاته، إن كان مصيبا أن يبارك له في صوابه، وإن كان مخطئا أن يغفر الله تعالى له، كل الاحتمالات واردة. استعن بالله على قهر الغضب الذي في نفسك الذي قد يتجاوز إلى مخالفة شريعة الله، وعندك ثقة أن بث أن شكوى البث والحزن إلى الله، إنما أشكو بثي وحزن، بث الحزن إلى الله، الحزن
استشعار أن معي رب سبحانه وتعالى في غير إطار اللهم دمرهم اللهم أهلكهم اللهم لن أقول لك افعلها ولا تفعلها، أقول لك الآن في إطار آخر تمام، في منحة آخر، اسأل الله أن يفيض على قلبك معنى السلام، معنى الطمأنينة، أن يلهمك ما يرضاه هو من التصرفات. صدقني سترى أثر هذا مختلف تماما على حياتك. كرر هذا، هي الصدق في الدعوة، الصدق في يا رب خذني إليك، ألهمني الصواب في الشعور الذي في قلبي وفي التصرفات التي في الخارج. سيدنا تعليق صغير على هذه القضية بعد كل ما تفضل به مولانا من كلام جليل. كل إنسان في تلك الأحداث ابتلي بفقد ولد أو فقد مع أي طرف كان، هو يقع في الحقيقة ما بين نوعين من من الظلم، يقع ما بين طرف يجحد إنسانيته ويمنعه حقه أن يأسى وأن يتألم وأن يحزن لفقد عزيز عليه، وهذا ظلم، ويقع في المقابل في ظلم آخر يريد أن يستغله وأن يستغل آلامه لصناعة حالة من الثأر، يتاجر بدمائه ويتاجر بدمائه. يقع ما بين نوعين من الظلم. نعم. ظلم من فئة تجحد حقه أن يحزن لفقد عزيز عليه، وده منتهى الظلم لإنسان فقد عزيزا عليه لأي سبب كان. نعم. فيحزن وحزنه حزن لنا جميعا، ده نوع من الظلم. النوع الثاني من الظلم في المقابل سيأتي من يستغل حالته ويؤجج نيرانه ويبني على آلامه أن يحول هذه الآلام العميقة في النفس إلى ثأر مع الوطن، إلى ثأر مع الشعب. ولذلك فقد كان الميزان القرآني حكيما حينما بيّن أن ولي الدم، أن من قتل له إنسان مظلوم ربنا جعل له ميزان من كفتين، قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما لمرة واحد له الحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا حقه مكفول، نمرة اثنين فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل ولا يسرف في المقابل في العداوة ولا يسرف في تأجيج النيران. إيه الفارق بين الحالة التي تتم الآن من المتاجرة بتلك الحالات الموقرة من أرباب تلك الحالات وبين حالات الثأر التي نراها في الصعيد؟ الأم التي تظل تنفخ في روع ابنها الطفل اللي سنه 5 سنين من الصغر بإنه لو ما جبتش التار لن انت مني ولا نعرفك ولا انت تبقى راجل، تضيع حياته وتضيع حياة الأسرة يبقى إذن اعتراض تام على كل من يجحد حق إنسان مصري أن يحزن على فقد عزيز مهما كان انتماؤه، واعتراض أشد على من يأتي إليه ويحول حالته إلى حالة ثأر مع الجميع. نعم. يدفعه إلى الكفر بالجميع وإلى تدمير الجميع. الاعتراض على الأمرين معا. نعم. هتسمحوا لي قبل ما نطلع الفاصل، من أفضل ما يمكن أن يتنبه إليه هذه المسألة، والبعض سيقول مباشرة أن أنتم يعني بالمثل العام يقولون عندنا ما تحرق النار إلا رجل واطيها، يعني أنتم ما دقتوش ما جربتوش ما حسيتوش بالنار، اللي يدو في المية مش زي اللي يدو في النار. أي. حقيقة لو أنتم في مثل موقفنا كيف ستتصرفون؟ نحن في حضرموت في 91 ميلادي في تريم مدينة العلم والعلماء، إخوتنا من الإسلاميين الحركيين تسببوا أو عملوا مباشرة على قتل أحد طلابنا وإخوتنا. نعم. الخلاف حصل في مسجد، ثم لما ذهبوا ليطالبوا بالإنصاف في مكان الدولة قتلوه. حزننا تألمنا، شيخنا حبيب عمر بن حفيظ دمعت عينه تلميذه كابنه وبينهم قرابة أيضا، ولكنه رفض أن يتحول الأمر إلى تأجيج. الأب له الحق أن يذهب ويطالب بالقصاص، لم ينصف في هذه المسألة، لم يستغل الأمر للتأجيج. نعم. هذه مسألة المتاجرة بالدماء. في ملمح هنا مهم لو أذنت لي يا أستاذ خيري والشيخ أسامة السيسري، يعني القاعدة الشرعية أو الأصل في مقاصد الشريعة، عندما يحصل قتل ويكون تكون شروط القصاص مستوفاة، له الحق في المطالبة بالقصاص ويجب على الدولة في حال اكتمال الشروط. نعم. دور الدولة الإنصاف، ودور علماء الشريعة والدعاة والأخيار والمصلحين الذين في المجتمع أن يذهبوا إلى صاحب الدم
ليحاولوا إقناعه بالعفو. نعم. هذا يعني السعي في صلاح ذاته. احنا بنتكلم على من قتل بريئا ومظلوما. نعم شفت طبعا. الذي نعم. هو مظلوم 100%. نعم. واجتمعت فيه شروط القصاص كلها. نعم. دولة، انتبه للكلام، دور الدولة إعطاء الحق، دور العلماء إطفاء النار. نعم. يذهبون إلى صاحب الدم، إن عفوت ستنال الأجر، ستنال المنزلة عند الله. مثلا في المملكة العربية السعودية يذهب المشايخ عند أصحاب الدم، يذهبون يكررون، يذهب حتى بعض الأمراء ويلقي بعقاله، هذا جاهي عندك وما تأمر به، وحتى أكثر من الدية سامح، يرغبون في المسامحة. اليوم الذي نرى العكس، العكس. نعم. يذهب واثارا الدم، انظروا إلى الصور، أتسكتون؟ لابد تخرجون الحق. هذا المنبر النبوي المفترض الذي دوره الترغيب في العفو أصبح هو الذي يهيج. نعم. على الثار. هذا تماما ضد المقاصد الشرعية الموجودة. نعم. على هاشتاج بتاعنا سأل جافر والأزهري، أبو أسماء بيقول أرجو من فضيلة الشيخ أسامة توضيح أوتوا العلم. أيوه. هم الأنبياء أم العلماء على تواتر السلف الصالح؟ أوتوا العلم أنبياء الله جل جلاله، ثم من ورثهم من أهل العلم ممن تفقه في مواريث النبوة بسنن النبوة وبآداب العلم التي تركها لنا هدي النبوة، الأنبياء وورثتهم بحق. نعم. أحمد هشام بيقول ممكن أسأل ما مفهوم الوطنية والموت في سبيل الوطن كشهادة في الإسلام عند الفقيه؟ نعم. إذا فهمنا يعني مفهوم الوطنية له جانبان من الفهم، وناس توهموا أنه مضاد لمفهوم التدين، هؤلاء لم يفهموا التدين ولا الوطنية. نعم. وبالتالي بمقياسهم هم يعتبرونه لا يصح. صح. نعم. لكن بمقياس من فهموا المسألة أن خدمة الوطن جزء من خدمة الدين. نعم. إذا وضعنا إطار حماية الوطن، ما معنى حماية الوطن والدفاع عنه؟ الحفاظ على أرواح الناس، هذا مقصد من مقاصد الشريعة، النفس. الحفاظ على أعراض الناس، مقصد من مقاصد الشريعة. الحفاظ على عقول الناس ومفاهيم، مقصد من مقاصد الشريعة. الحفاظ على دين الناس من التشويه وهو الأول، مقصد من مقاصد الشريعة. الحفاظ على أموال الناس من التفجير والسلب. مجموع الخمسة اسمه وطن. مجموع الخمسة مرتبطة بحماية الوطن. فإن كان الذي خرج وقاتل نيته هذا المعنى من امتثال أمر الله في نصرة الوطن ومساعدته، نرجو له من الله عز وجل أن يكون شهيدا. نعم. وليد سليم بيقول نرى الآن خلافا بين طرفين والاثنان يؤكدان أنهما الحق، كيف نعرف من الحق ومن الباطل؟ دورك. حيث وجدت الرحمة واتضح معنى الإنسانية فهو الحق. يا سلام، ده رد جميل. رينا صلاح بتقول نحبكم في الله يا شيوخنا، بارك الله فيكم، أنا حاسة أن قلبي قاسي، إزاي ممكن يلين؟ دورك. هذه أول خطوة أكرمك الله تعالى بها، أنت الآن خطوتي أول خطوة في تليين القلب، أنك استشعرت أنه قاسي. لولا أن القلب بدأ يلين لما استشعرت أنك قاسي، لما ميزتي اللحظة هذا الذي سألت فيها هذا السؤال أو استشعرت فيها هذا الشعور، هي هدية لك من الله، يسمونها علماء التزكية والتربية الباعث. بدأ شيء ينبعث في قلبك من الرغبة في أن يلين القلب، هذه الخطوة الأولى. أعقبيها مباشرة بالدعاء والتضرع. تدعي بإيه؟ أن يملأ الله القلب بالنور ويحيي. نعم. القلب، أن يحيي الله القلب. اللهم أحيي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم املأ قلوبنا بالنور، اللهم اجعلنا من أهل الخشوع. هناك أدعية نبوية وهناك معنى من أن تخاطب الله بلغتك. نعم. اسجدي وقل يا رب أنا يعني احترت في نفسي، تعبت في نفسي، قلبي قاسي وما ليش غيرك كده يا رب ما ليش غيرك، أنا عاوزة أكون جنبك يا رب، أنا عاوزة أقرب منك، عاوزة قلبي يتنور. ذنوبي يا رب أحاطت قلبي بظلمة، أحاطت قلبي برعان، وأنا أعترف أن ده بسببي مش بسبب أحد ثاني، مش حجيب لنفسي أعذار، ولكني على بابك وأنت مولى الكرم، كلمي ربك هكذا. المسألة الثالثة، كلما حصل ذنب جددي توبة، لا أقول لا تذنبي، ما في إنسان معصوم، لكن حرصي على أن لا تذنبي. فإذا حصل الذنب لا تمنامي حتى تصلي ركعتين الثوبة، وفكري كيف يمكن تجنب الذنب ألا تقعي فيه مرة أخرى، ما الأسباب المقدمات. طيب حاولتي ومع ذلك في لحظة ضعف وقعت في الذنب مرة ثانية، جددي التوبة. ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة، بس جهد حقيقي في الترك. مسألة الذنب لأنها تقسي القلب. نعم.
المسألة الرابعة ما يسمى بأمراض القلوب، تبرئي إلى الله مما في قلبك من أمراض. بداية هكذا تبرأ، يا رب أنا أتبرأ إليك من الحسد الخفي، يا رب أنا أتبرأ إليك من الكبر الخفي، يا رب أنا أتبرأ إليك من الرياء، أنا معترف يا رب عندي أشياء من هذه لكن يا رب ساعدني. خذي بأسباب معالجة القلوب مثل كلام الإمام الغزالي أو غيره متعلق بهذا الجانب. ثم الباب الواسع الكبير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أطلق العنان لقلبك في محبة سيدنا محمد، كثيري من الصلاة عليه، اقرأي في شمائله في أخلاقه في تعاملاته، استشعري معي أن كل ما تقدمين على شيء لو كان سيدنا النبي في هذا المقام ماذا سيفعل، ستجدين أنوار تتفجر في القلب. حاولي تبحثين عن صحبة تساعدك على هذا الخير على الذي أنت فيه، ما وجدتي اقرأي في صحبة الصالحين في سير الصالحين المكتوبة، وادعي لي لأن أنا محتاج إلى دعائك، لأنك في لحظة هذا الشعور الذي تتكلمين عنه هي لحظة قدسية أنوارها تتدفق الآن على قلبك. نحن المقصرين الذين ينظر الناس إلينا على خلاف ما نحن عليه، نحن فقراء إلى دعوة منك بارك الله فيك وممن يسمع، والدعوة لي أيضا وأنا كمان معكم، يعني خذوني معكم ونبني الدعاء كلنا. وهذا معنى آخر لفت النظر إليه سيدي أسامة، من الأشياء التي تعالج قساوة القلب الشعور بالآخرين. ادعي للفقير للمحتاج، توجهي بالدعاء في الآخرين ليس فقط في نفسك، في الأقارب في بلادك في مصر في الأمة المحمدية في كل مظلوم ومهموم من خلق الله مسلم أو غير مسلم. هذا الشعور بالآخرين له أثر كبير في تنوير القلب. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا رب. أسماء بنت مصر بتقول أحمل الأزهر مسؤولية كاملة على تفشي هذه الفتاوى المغلوطة في المجتمع، لذلك يجب على الأزهر مواجهتها بكل قوة. أحمد إبراهيم بيقول لماذا لا نضع ضوابط لإصدار الفتاوى بدلا من خروج كل مفتي على انفراد لإصدار فتوى من الممكن أن لا تناسب جموع من المسلمين. هبة صلاح بتقول كيف لا يكون الدعاء منافيا للرضا بما قسمه لنا الله، وكيف لا يكون اختيار أيسر الفتاوى منافيا لميل القلب. الدعاء لا ينافي الرضا بما قسمه الله، لأن الدعاء معناه الطلب المزيد، الطمع في رحمة الحق، أنا راض بما أعطيتنيه يا رب لكن أعلم أنك كريم فأطلب وخزائنه لا تنضف وخزائنه جل جلاله يعني لا منتهى لكرمه. الميل إلى الأيسر لا ينافي الانضباط في الفتوى، شريطة أن يكون الأخذ بالأيسر من المعتمد عند كلام العلماء وليس بالأهواء المحضة. بعض الأسئلة الخارجة عن إطار حلقتنا النهاردة أنا بستأذن مش هقدر أطرحها. أين برنامج للرد على ما أثره إسلام البحيري؟ بيسألوا على برنامج حضرتك اللي اتكلمنا عليه، ويبدو أن احنا اشتركنا في التأخير مع بعض بسبب انشغالاتك كمان. دعواتكم يا رب. إذن إن شاء الله نسعى إلى إقامة البرنامج بإذن الله. سي بي سي ترتبه الشيخ أسامة، نحن ننتظر. هو تمام. الشيخ أسامة كان عنده مسؤوليات بيقوم بها أعانا الله يعني. وهو كذلك. دعواتكم. زينب رمضان بتقول عالم الدين الفاهم الواعي لحقيقة وعزم دوره هو أهم حلقة وصل بين الحاكم وشعبه. صحيح. تاني العبارة دي نعم تعاد بتمهل. أقولها تاني؟ نعم. عالم الدين الفاهم الواعي لحقيقة وعظم دوره هو أهم حلقة وصل بين الحاكم وشعبه. رائع. وأعتبر هذه العبارة هي شعار الحلقة كلها. نعم. هي الإجابة على السؤال اللي سألته. نعم. عن جدلية العلاقة بين العالم. نعم. والحاكم. هذه العبارة تعبر تماما عما أرتضي. يا ريت تكتبونها في الشاشة إذا ممكن. يا جماعة اكتبوها على لسان الأستاذة زينب رمضان، عالم الدين الفاهم الواعي لحقيقة وعظم دوره وهو أهم حلقة وصل بين الحاكم وشعبه. ودعواتك يا أستاذة زينب. محمد ممدوح بيقول أرجو سؤال أسامة الأزهري عن رأيه فيما قاله الشيخ الحويني عن خير أجناد الأرض عن أنه حديث ضعيف. موضوع هو قال هو يعني الحديث حديث صحيح والحديث ثابت والتاريخ يصدقه، وأعد بحث كبير أعده فضيلة الدكتور محمد وسام عباس من علماء دار الإفتاء المصرية، أعد بحثا موسعا في هذا الحديث يتبين أن كل كلام أثير حول هذا الحديث وأنه ضعيف ليس بصحيح. نعم. سمية سعد بتقول الأفضل لمصر تنحي رجال وسيدات الدين عن التنظير والخوض في السياسة، التاريخ الإسلامي ليس في صالحكم والإسلام كعقيدة أقوى بدونه. رأي يحترم.
فقط نريد أن يعني إذا وجدت وقت أن تعيد تأمل هذه العبارة التي كررناها مرارا. نحن هنا لسنا في مخاض الصراع السياسي على الحكم. نعم. نحن هنا في مخاض رفض استغل توظيف الدين، الشيء الذي لا تريدينه، توظيف نعم. الدين للصراع السياسي. نعم أعتقد أن حصل ما يسمى بالتقاطع بين دائرتين، دائرة تقاطعت مع دائرة. دائرة ما عليه الدولة والحكومات الآن من مواقف، ودائرة نصرة الدين. حصل شيء من التقاطع، لسنا معهم في كل أعمالهم ليست من شأننا، وليسوا معنا في كل أعمالنا ليسوا من شأنهم. هذه نقطة الالتقاء هي التي أوجدت اللبس وجعلت الناس تخلط بين موقف الحكومات من ناحية سياسية وموقف المنتسبين للعلم والدعوة من ناحية الغير على الدين. زاهر بيقول افتقدت الحبيب علي الجفري كثير كثير. سارة مجدي بتقول ما رأي الشيخ أسامة فيما حدث للشيخ أنس السلطان؟ ماذا حدث للشيخ أنس السلطان؟ ربنا يتولاه إن شاء الله وبكل خير، وليها لها مجريات ولها تفاصيل كثيرة. نعم ربنا يطمن عليه. فرحة مصر بارك الله فيكم. محمد صالح بيقول أرى في الشيخ الجفري تحاملا على التيارات الدينية غير الصوفية والشيعة، وأراه يعادي السعودية ومشايخها، لماذا؟ احترم طريقتك في الفهم وأختلف معك فيها. ليس كل انتقاد معنى معاداة للذوات. وجزاك الله خير أن طرحت هذا، وجزاك الله خير أستاذ خيري أنك يعني أثرته. كثير ما تأتينا رسائل في الإنترنت حول هذه المسألة. نعم. القضية ليست لا شخصية ولا طائفية ولا جماعاتية. نعم. ليست شخصية، المسألة أرجو أن تكون دين، وإذا كان شيء من وحر النفوس يدفعني إلى ذلك فأنا أستغفر الله منه وأسأل الله أن يطهر نفسي منه. ليست طائفية، لأن الجماعات الإسلامية تشمل مختلف الطوائف، الشيعة والسنة، بل الإخوان المسلمين فيهم من مال التصوف، فيهم من مال السلفية، فليست طائفية. نعم. مسألة الشيعة، إن كنت تقصد الشيعة كطائفة نختلف معهم اختلاف جذري في كثير من أمور وبعضها في أصول الدين، لكن لا نبرر الطائفية. تقصد بالشيعة التوجه الثوري اللي آتي من النظام الإيراني؟ لا، نحن نرى معادي، وتكلمنا غير ما مر في هذه المسألة عن الخطر الذي يمثله. ده هو يتهمك بالدفاع عنهم وأنت الآن تنتقدهم. لا كثير موجود، بس ربما أخي بارك الله فيه من شدة ما يقال له، وهذه مسألة أخرى، قضية التثبت الذي يحصل. لن أدخل مثار أو مدخل الدفاع. سأدخل في مسألة واضحة، المشكلة ليست في ذواتهم، وعدة مرات قلنا وهذا يغضب الكثير لكني لن أتراجع عنه، أشهد الله أني أحبهم. نعم. إذا نحن يا أستاذ خيري انتقدنا فإننا نقول نحب الكافر ونبغض كفره. نعم. نحب المسيء ونبغض إساءته، نحب العاصي ونبغض معصيته. هؤلاء يعني يدينون بالدين الذي ندين به من حيث الكلية، مسلمون، لكن إخواننا بغوا علينا. طيب سيدنا علي بن أبي طالب لما اختلف مع الخوارج، هل معنى هذا موقف شخصي؟ نعم. ابن عباس لما قام يناقشهم ويظهر أخطائهم، موقف شخصي؟ فلهذا يعني حاولوا إخوتي أن تتجاوزوا، أيوة، دعونا نتجاوز الحيدة، الخروج عن الموضوع إلى محاولة رسم اعتبارات حوالي الموضوع. إن جئنا وتكلمنا عن الخطأ الفادح المخالف للشريعة الذي ارتكب في مفهوم الحاكمية، يقال لا أنت لأنك معادي للإخوان، يقال لا أنت ماذا قدمت، سيد قطب قدم روحه، أنت ماذا بماذا ضحيت. الصوابية لا علاقة لها بذلك. الخوارج الذين قتلوا سيدنا علي قدموا أرواحهم، قاتلوا سيدنا علي. أنا لا أشكك في صدقه، لا أشكك في نيته، لا أحكم على باطنه، لا أرى أصلا أنه مرتزق، لأن الإنسان الرجل قدم روحه على صوابه وعلى خطأ أتكلم، ولا حتى لي علاقة بالشخص، وإنما اضطررت إلى ذكر الشخص لأن الفكر الذي طرحه هذا الشخص لا يزال اليوم يقتل يحصد. نعم. لو أن هذه المسألة انتهت كمثل مثلا بعض فرق الخوارج الأزارقة أو غيرهم، لما شغلنا الناس وشغلنا أوقاتنا بالكلام عنهم لأنهم انتهوا. لماذا لا نذكرهم؟ لماذا لم نذكر فئة الأزارقة؟ لماذا لا نذكر القرامطة؟ لأنهم غير موجودين. لكن هؤلاء إخوتنا الذين بغوا علينا، غير موجودين أشخاص وفكر. أحسنت، لهم موجودين ولا فكرهم ولا يؤثرون على الواقع. نعم. لكن نحن نرى اليوم إشعال للمنطقة يجب علينا فيه التبيين، وإلا حاسبنا الله. الجزء الأخير أراه يعادي السعودية ومشايخها، مش عايز. لا هنا مهم. أي. لا أعادي المملكة العربية السعودية ولا أعادي مشايخها، وأختلف مع كثير من آراء المشايخ الذين في المملكة العربية السعودية مع احترامي لهم. طيب هذا موروث باطل ينبغي أن نتخلص منه. ما هو هذا الموروث الباطل؟ ما هو هذا الانحراف؟ اعتبار كل اختلاف عداء.
هذه إقصائية مقيتة هي سبب الاقتتال الذي نحن فيه. نعم. ليس كل من اختلف معك معادي لك. وش آسف بس أخيرة، دعونا أن يعني نرتقي في أخلاق الخلاف. عظيم. ليس لمجرد أنني اختلفت مع توجهك تحاول بأي طريقة توغر صدر دولة أو حكومة وتؤلم عليه. نعم. هذه بكثرة، هذا ضدكم، هذا يريد كذا. طيب هل تصدق أن هذا الأخ يقول أنت ضد الإخوان وضد السعودية؟ هل تصدق أن بعض إخوتنا من السلفية يقولون عني إخواني كمان، وآخر يقول شيعي، وفي المقابل أصحاب ولاية الفقيه التابعين للنظام الإيراني يقولون علي ناصبي؟ فالمسألة لا، ليست شخصية، ارجعوا لنفس الكلام. طيب أنا مضطر أطلع فاصل سريع بسرعة، وبعد قليل ينضم إلينا الداعية الشاب الأستاذ مصطفى عاطف. الفقرة القادمة اللي هنختم بيها عن الحب، عن القلوب.